أسعد الله مساكم مشاهدي الأفاضل بكل خير، وأهلا بكم في برنامج أعرف نجمك، هذا البرنامج الشبابي اللي يجيكم كل يوم عبر قناة النهار. أنا معنا لأول مرة الشابة صباح. خمسة وخمسة الكلام لا صباح. السلام عليكم خيالي، سلمك مرحبا بك تتيني. روح حضر معنا أيضا الزميل إسلام عريس بشاركني بتقديم هذه الحصة. مرحبا بك إسلام. الله يسلمك ومرحبا بالأخت. الله أيه ما يعرفهاش ويعمد عليها كاريتا. هي صوت نسائي صنع الحدث وسط الشباب الجزائري مؤخرا. هي مغنية راوية من بين أغانيها المشهورة ألو مدام. سلام هذه صباح عندها بزاف وهي تغني، قولي له شحال، قولي له صافي تخوازون. مين كما قلت تخوازون درتي بالك واش ما داروش مغنيين بالك في مدة 10 سنين. بابا با فيت فيت ولا يعرفها. شكون كان بزاف لي جون طولوا، كاين اللي عنده 10 سنين، كاين اللي 20 طون، كاين هذا السر تاع النجاح تاعها. بصح السر واش رانا في البحث عن الكنز. بالك مليح بالك قلبي مليح بالك بالك وبالك تغلط يا اسلام بالك راهي تبان واعره ولا لا لا سي شو بابا انا غادي نخرجك في كل ما كانت صباح مغنيه واش كانت راح تكون واش تحب يعني كاني بون جيمي بيان تزوج انكو في الدار قاعده بالك ندير دراري رياح خيم قاعد باش كل سنين نعم حنفية يعرف قيمتي ابخي كون يكون زوالي هاد الزوج جو بريفير قال لي خيم واحد لاباس بيه ماني في الزنقاني ما تخبقي فيا يا ماما اي ماي بي نو خاطي ما جات الدرهم ربي يرحم تما تحسي كاع راسك من يجي ورثه باوي ماشي قال لي كاع محطم علي ما تاكل ما تشرب ومن بعد تبقى تسوفري بعد ما كنت عايش بيان تولي لا سوفرونس كيما قال ما الكفايه نحسن الحكاية حتى لدرك راهي بيان. عندي سؤال، وكان نسقسيك شحال في عمرك؟ جبتي جون. الله يبارك فيك واي. سبحان الله، خمس دقايق قبل كانت تقول. شحال في عمري 27 صغيرة الله يبارك. الله يسلمك. أنا شخصيا ما دخلتليش في بالي 26 أبدا. عندي بيرمي زعما تبغي نجيبها. في 91 نو شو 89 يا خالة 28 أنا بغيت نكبر منك لا لا يا خو لا لا يا خو معليش نخلو الحساب فالمي عندي زعما باش أمل ما أنا ما زيدتش على روحي باسكو اللي كاين باين اللي كاين باين 28 28 سا سي غراف يعني صباح وش رايك في الفن تاع دروك؟ كاين فن وكاين لا فن، وحنا كل جينا ان بيبليك فريمون يتبع الفن قد قد تغني على حسابه، كاين شي بلايص نغنوا فيهم الغنى تاع مهابي دير كون يعيطوا لك تغني في العرس تغني؟ وي مغني ديجا انا عندك كاشي؟ كاشي فاش دراهم ولا كاشي سي نورمال شحال الكاشي ديالك؟ ابارمون هاد واحد سيبانتي سيبانتي الكاشي تاعو ما احنا ماذا بينا انا عارف انا خايفة نقول تخاف تحبس الخدمة هادي وتقلبها ما نقدرش
سمع ما نقولكش حمليت كما الحاجة اللي تغيرني أنه نشوف واحد شغل ماشي بين ليلة ونهار بين دقيقة وقتها شغل ماشي تشعلو الشمعة يشعل قرزة لامير هكذا قرزة لامير قد هك ما ديو لي طيح زعما شغل بطاطا خشينة على الشاب وحاجة كبيرة على قلتلك ما عطيتش كاشيتي نعم شكون انت دروك هاك ويلو كان عطيك كاشيتي انت بوحك الدوخ تقول غدا نفذ الميكرو ونغني غدا ما تخليش تعرف ألوفات من ما داروا لي والو انت تشكل عليا وانت والو ها هاد تسقي في الورد لا لا تكبر تشكل انا وردة ايه قراي صاوبي كما جيش نعرف كي قرنون بلادي قول عليك انا هاي ثلاثة قول انا تسمي بزاف وقتي صباح هادي قام مش تسجل ريحي راكي الاس كنا بدينا ليميسيون انتيك كملوها انتيك واش لابسه سقمره سقمره زيد عليهم شي حاجه في التلف حتى هادو ما باقينا راه ما مش في الورقه ما هنا هيا دوك راسك نهضر تهضر هكا دوك صباح خرجت من الاستوديو وياسين كي العاده عاود ردها الله يسلكها على خير جميكي مسكين غادي شو كيخرج هو عباك وقيلا دوك يديروا له استبسال ونحولوا صالير وما بجيكاش دوك يديروا قاعد يحلف كتاب بزوزك شوية معليش عاود عيط له مسكين شفني والله شفيتني والله معليش راك جديد نسيعفوك معليش نسكتي عليك ها هي تبقى زعفان دوكا صاي فات الزعاف والله ما ديش علي انا شي نغزاج من الفون والله ما مشيت عند واحد حنا ماذا بينا شابه صباح كي تكون معنا هنا في البلاطو شغل تكون جريئه وصريحه وما تخبين سيرتو ما تكذبش ايكوت انا بروحي دايره كيما هاك ما تكذبيش ما عندي على الخط ما عندي على الكس وكونتخيغ في لي زارتيست انا هي اللي نيشان انا هي اللي تدي الصح من عندي ما عندي نكذب عليك واش من الصح الصح في العمر ما دينا في الكاشي ما دينا لي شيريجي ديستيتيك ما دينا حاسبه روحها قلبك حجر وراه الصح مش باغي دير واحد تديت روحك وخرجت باغي تدي لا انت قلتي لهم خرجوه ولا ما لا من ريا شفيتني رديتك سما جديد من عندك سما كيفاش ندير لك ميتاسي هاقعد عاقل خلي بالك ما تبهلي خلي معاك دور ردك كلمه تخرج 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 كنوفك انا هي اللي خاطيني الميساج نسقسي كاين واحد يحكم فيديو يحكم تليفون يدير هكذا يقعد يفيلمي في روحه واحد في 40 سكوند هو يهضر يطيح في الدموع ما دي بوستيلي هذاك هذيك الفيديو ثاني الدموع تاع بلاستيك ياك يبوستيلي هذيك الفيديو في فيسبوك ثاني تاع الدموع تاع بلاستيك ياك يديرها في يوتيوب هذيك الفيديو يقول لك ماشي بالعافيه كيفاش انا دابا انت ومن بعد كي دافع هكذا وانت وفعلا انت اش دخلك انت نقول لك واش دخلني كيفاش طيح علينا ماشي بالعافيه يا حبيبي طولت خويا بس صح غادي ما ردكش هانود اخرج صح صاحبك انت جاي خسرنا ليميسيون اخرج كانت لاباس بها ليميسيون اخرج هيا دو اخرج برا وهنا ما تسحبش حتى ما لا هيا برا فصل انا جيتكم انا جيتكم
برا اسلام برا هاني عندك برا اسلام انا هنا عند شباب تقدر تعرفنا بما كل برا برا علاش علاش نعطيناها بزاف من وقت اي ترفد ساكها وترفد الورد ديالها الديكا نخلوها فرحه هكذا دير الاخر ما تقول لك انا شي بنعاني نعاني تبارك الله على داك الزين 55 هذيك على لا صاب ها سمحي لي انا شفت فنانين عالميين كمل يا سي بون تما يصنط لك سمحي شفت فنانين عالميين ما شفت واحد يلبس الورد وداير لي الورد اللي كله في شعره نتوما ديجا هذا ما عندكم غير عندكم غير النور ولا الكورونا في السوق نتوما هذا خصها على راسي ما تشوفش راكي دير انت نفسي بس على راسي صفاش تردو مهبول ليدي غاغا ما دارتش بالكنتيه وانا المهبوله وانا مبسوطين تشرح لك تشرح لك تشرح لك سعيد السلام عليكم اصبر صبر اسلام صبح انا هذا السيد حاب يستفز انت صباح وعلاش جبت الحمد لله كاميرا كاش لا عاودي عاود شبيه من هكا طبيب الله يبارك جاني جيت كي جيت درت لها تبادي لا مو لا قولي لي نضحك معاك قولي بلي ما كنتش كاع شي قلنا انا وجيت درت نزيدك مليح في كتاب باش نزيد لك دروك اي شي درت فيا جامي جبتو لك كنتو مبهدلتو يا ما شنقولكم جيم با لا تيلي ونهار اللي جيت خطاتي الاولاد داروها ليا وراني نجيب ليها هنا وسامحنا على قلنا لكم شي حاجه ما تنقاش سامحني الا ضربت نزيدك الزاويه هذه هي السلام عليكم صحه عندكم صوم في الصحه ان شاء الله